السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اهلا ودعاني ابو عزيز وعلي خالد، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير جميعا. طيب احنا العدد كام دلوقتي؟ ستاشر. انتوا عندكم اختبارات ولا ايه؟ عدد قليل ليه؟ ما عندكوش اختبارات؟ طب نستنى دقيقة كده ونبدأ إن شاء الله، دقيقة دقيقتين كده المجموعة كلها تكتمل. يا شباب هنبدأ بقى إن شاء الله، جاهزين؟ أهلا يزن، أهلا علي كعبي، نبدأ إن شاء الله. النهاردة يا شباب إن شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ في المحاضرة اسمها الأكيورسي بيرسيشن والاكسبيرمنتال ايرور. طبعا عارفين الماده بتاعتكم اصلا كان ليها شق عملي، صح؟ طبعا الشق العملي ده دلوقتي مش موجود احنا، لكن انت لازم هتتعامل مع القراءات بتاعت الايه، التحليلات. يعني انت مثلا لما تيجي تطلب من اي مريض تحليل، فهيجي لك ورقه التحليل وفيها ايه، وفيها القيم بتاعت المريض، وفي قيم اخرى موجوده قصاد منها كده، يقول لك الايه القيمه دي الاقل
والاكتر بالنسبه للايه للشخص اللي هو ايه سيب. اقل حاجه ممكن تبقى ايه واكتر حاجه ممكن تبقى ايه، واللي اقل من كده يبقى فيه مشكله، واللي اكتر من كده يبقى ايه يبقى فيه مشكله. خلاص، فلازم ان احنا نشوف ايه اللي بيحصل وايه القراءات دي وازاي نقراها وايه العوامل اللي ممكن تاثر فيها، وازاي ان احنا ايه نقدر نوصل لقرار سليم بالنسبه للتحليل ده، هو سليم ولا مظبوط ولا فيه عوامل اثرت عليه ولا كل ده هتعرفه من الايه من المحاضره. في عندي حاجه اسمها الايه الريفرنس فاليو. الريفرنس فاليو دي اللي هي القيم اللي انت بتشوفها في التحليل بتاع المريض على جنب، يعني في قيم المريض وفي على جنب كده قيم تلاقي اسمها الايه الريفرنس فاليو. الريفرنس فاليو اللي هي القيم المرجعيه اللي انت بتقارن بيها قيم الايه قيم المريض بتاعك، خلاص، او القراءات بتاعه الايه التحليل بتاع المريض. يبقى الريفرنس فاليو a patient's results have to be compared with the reference value، يعني القيم او النتائج بتاعت المريض بتاعك لازم تقارنها بالايه بالريفرنس فاليو to either confirm or clinical diagnosis or exclude a particular disease. من هنا هتبدأ تاخد ايه القرار لتأكد التشخيص اللي انت شاكك فيه او انك انت تستبعد مرض معين. خلاص، reference values and normal values. في عندي حاجة اسمها reference value اللي هي المرجعية، وفي كان حاجة اسمها normal value should not be considered as synonymous، يعني دول مش مرادفات لبعض، ما هماش مرادفات لبعض. الترم نورمال ده was used in the past، ده كان مستخدم قبل كده في الماضي، but was found to be ambiguous، بيبقى بيدي لك قراءات ايه قراءات فيها شك او فيها غموض. خلاص، when used in statistical sense، لما تيجي تستخدم الكلام ده في حاجه اسمها تحليل احصائي هتلاقي تديك ايه تبقى فيها بعض الايه بعض الغموض. خلاص، as per international federal of clinical chemistry and laboratory medicine recommendation، توصيات بتاع الاتحاد الدولي للكيمياء السريه اللي هي الاي اف سي سي، reference values are based on that of a reference individual. القيم المرجعيه للريفرنس فاليو دي بتستند الى ايه الى تلك الخاصه بايه بفرد معين انت بايه بتعمل له النتيجه بتاعته. خلاص، the value obtained by analysis of a particular sample is referred to as the observed value. القيمه اللي بيتم الحصول عليها عن طريق تحليل عينه معينه بيشار اليها بالايه بالقيمه اللي هي القيمه المرصوده. يبقى بنقارن دي بدي which is compared with the reference value، هنقارنها بالريفرنس فاليو to arrive at a decision، عشان توصل لقرار معين هو مريض بكذا او مش مريض بكذا، أو توصل للقرار ده لازم تقارن القيمه بتاعت الفرد اللي انت عملت له او المريض اللي انت عملت له التحليل ده بالقيمه الايه بالقيمه المرجعيه، عشان تقدر توصل ليه كطبيب انك توصل للايه للقرار، يا تستبعد مرض معين لتاكد ايه هذا المرض. There are different types of reference values. أنواع كثيرة من الإيه من القيم المرجعية، هناك أنواع مختلفة. Which are population based، يعني تعتمد على الـ population، الناس السكان اللي موجودين في المكان، or subject based، أو على موضوع التحليل نفسه، الحاجة اللي أنت إيه بتحللها. طيب، السبجكت بيز ريفرنس فاليو انديكيتس بريفيسلي اوبزرفد فاليوز ان ذا سيم سبجكت، يعني القيمه المرجعيه دي المستنده على الموضوع على المكان الحاجه اللي انت بتحللها بتشير الى ايه بتشير الى القيمه اللي تمت ايه ملاحظتها.
the subject-based reference value indicate previously observed value، القيمة اللي أنت إيه؟ اللي أنت شفتها in the same subject، على إيه؟ تحليل معين، الكوليسترول أو السبجكت ده اللي هو التحليل اللي أنت بتعمله. The reference value may be univariate or multivariate. القيم المرجعية دي قد تكون أحادية المتغير أو متعددة الإيه؟ المتغيرات. يعني في حاجة بتأثر فيها أحادية أو العديد من المتغيرات. For instance، على سبيل المثال، we can interpret the values of triacylglyceride أو triglyceride. خلاص؟ ممكن نفسر قيم الإيه؟ الترايجلسرايد أو الكوليسترول in serum، في عينة الدم، either separately or together. يعني ممكن اقيس الترايجلسرايد لوحدها او الكوليسترول لوحده، او ان انا اقيسهم الاثنين ايه مع بعض. خلاص، يعني اما اقيسهم بشكل منفصل او اقيسهم مع بعض. The conclusions drawn may be different. هنا الاستنتاج اللي هيكون عندك، الاستنتاجات اللي مستخلصها هتكون مختلفة على حسب الايه، انت عملتهم كل واحده لوحدها ولا عملتهم الاثنين ايه مع بعض. طيب، the reference values، القيمه بقى المرجعيه، are compared with the observed value، بتقارن بالقيمه اللي انت ايه عملتها للمريض، observed الملاحظه، and expressed as، ويعبر عنها بحاجه اسمها الايه؟ المالتيبل اوف ميديان فاليوز، الام او ام، مالتيبل اوف ميديان فاليوز، القيمه اللي انت مرجعيه بتقارنها بالقيمه بتاعت المريض في، وبنعبر عنها بحاجه اسمها الايه؟ الام او ام، المالتيبل اوف ميديان فاليوز. طيب، في عندي هنا ايه؟ بري اناليتيكال فاريبلز، في متغيرات ما قبل ايه؟ جمع العينه بتاع التحليل بتاعك، في حاجات ممكن تاثر، ها؟ وبتعمل ايرور ولازم تاخدها في الحسبان، والحاجات دي بتبقى قبل ما تاخد العينه، قبل ما تاخد العينه. البري اناليتيكال فاريبيليتي از ديفايند از ايرور. بنعرف اللي هو التباين قبل التحليل او الاختلافات او التغير، التباين قبل التحليل ده على انه ايه؟ ايرور، خطا. which occur when non-analytical factors change the concentration of analytes. بيحدث الخطا ده عندما تغير العوامل غير التحليليه تركيزات الايه؟ التحليلات. العوامل دي اللي قبل التحليل ما هيش عامل خاصه بالتحليل ده، قبل ما تاخد من المريض الايه العينه مالهاش دعوه بالتحليل، لكنها بتؤثر في القيم دي. So that the results don't reflect the condition of the patient. وهنا النتيجه اللي انت هتاخدها بتكون غير معبره عن حاله الايه، حاله المريض بتاعك. خلاص، ما بتعكسش الحاله ايه بتاعه المريض، لان بيبقى فيها ايه، بيبقى فيها نسبه ايرور. بري اناليتيكال فاريابيليتي مي بي دي تو، اللي هي التباين ده، الاختلاف في التحليل ده اللي راجع الى عوامل ما قبل اخذ العينه، ممكن يكون راجع الى ايه؟ يرجع الى البري كوليكشن اللي هو اسباب ما قبل الجمع، زي الايه؟ الكونتينر انتي اجولانت انتي تايم تيكن، يعني الحاجه اللي انت هتاخد فيها العينه، اللي هو الانبوب اللي انت بتاخد فيها عينه، نوعيته انتي كواجولانت، انت هتحط في العينه دي ماده مانعه للتجلط على عينه الدم ولا لا، التايم تيكن الميعاد بتاع اخذ الايه؟ العينه. To send specimen to laboratory. خلاص؟
عشان تبعت الايه العينه دي. والحاجه الثانيه اللي هو البلاد كوليكشن كوزز، اسباب جمع، ليه جمع الايه العينه دي. في يبقى في حاجتين هنا، اسباب ما قبل الجمع واسباب جمع الايه عينه الايه الدم. طيب clinicians should know about these variables. الأطباء يجب إن هم يعرفوا إيه هذه الإيه المتغيرات. Then only a correct interpretation is possible. عندها فقط يمكنهم إيه التفسير الصحيح للإيه للقراءات اللي هم هياخدوها من التحليل. خلاص؟ لازم يعرف إيه اللي حصل قبل أخذ العينة عشان يقدر يفسر العينات بتاعته دي تفسير صحيح، النتائج اللي جت تفسير صحيح في اي حاجه حصلت قبل ما ياخد العينه لازم يعرف. البري اناليتيكال فاريبلز مي بي كنترولابل، ممكن تتحكم فيها، يعني العوامل المتغيرات دي ممكن انا اتحكم فيها اقللها so that their effect can be minimized. في الحاله دي الايه تاثيرها يكون ايه اقل ما يكون، لو انت قدرت تتحكم فيها فيبقى تاثيرها هيبقى قليل جدا، فممكن انك انت ايه اما الايرور يبقى ضعيف جدا ممكن تتحكم فيها او ممكن تتغاضى عنها. تايم اوف كوليكشن دي من ضمن الحاجات اللي هي ايه اللي هو البري اناليتيكال بقى اللي هو ايه التايم اوف كوليكشن، ميعاد جمع الايه العينه. فاستنج سامبلز ار يوزد فور انسولين، عينات الدم لازم تكون صايم في حاله الايه الانسولين والايه السي بيبتايد والجسرين هرمون اند الاتش دي ال كوليسترول. اما تيجي تحلل الحاجات دي لازم يكون المريض بتاعك لازم يكون في حاله ايه في حاله صيام. خلاص تايم اوف كوليكشن از امبورتنت فور اندروس تينديون and 17 هيدروكسي بروجستيرون، الهرمونات دي that are collected in the ايه in the afternoon. ال time of collection ها بيبقى مهم جدا وقت الجمع ده وقت اخذ العينه في حاله تحليل الايه الاندروستينون والهيدروكسي بروجستيرون that are collected امتى in afternoon. ده لازم تتجمع بعد الايه بعد الظهر، لما تيجي تاخد العين لازم يكون واخدها فين في وقت بعد الظهر. طيب البوستشر اللي هو الوضع upright posture decreases blood volume to about 10%. لو المريض وهو بياخد اللي هو العينه الوضع المستقيم ده عند اخذ العينه بيقلل حجم الدم الى حوالي ايه 10% في حاله لو هو واقف. A change in posture from laying to upright increases secretion of catecholamine, aldosterone, renin and ADH. وهنا لو حاولت تغير الوضع بتاعه من وضع الضجاع او الوعود الضجع يعني الى وضع ان هو يبقى واقف هيزود الكاتيكولامين هيزود الالدوستيرون وهيزود انزيم الرينين والانتي ديوريتيك هرمونز. خلاص يعني شوف الوضع بتاع المريض اثناء اخذ العينه بيؤثر. كاتيكولامين secretion doubles within 10 minutes and aldosterone and renin doubles in 1 hour. بيتضاعف افراز الايه الكاتيكولامين خلال 10 دقائق ويتضاعف الايه الالدوستيرون والرينين في خلال ايه ساعه. release of intracellular potassium from muscle causes an increase in potassium after a 30 minutes of standing. يؤدي افراز البوتاسيوم داخل الخلايا من زياده البوتاسيوم بعد ايه بعد 30 دقيقه من الايه من الوقوف.
يعني لو كان قاعد وقف هيبدا بعد 30 دقيقه يبدا يحصل التغير ده في البوتاسيوم. يبقى حتى وضع الايه المريض عند اخذ العينه ممكن يؤثر على الايه على النتائج زي ما احنا شايفين كده. برولونجد بيد ريست، برولونجد بيد ريست. لو بقى المريض ده طريح فراش قاعد في الايه في السرير مش بيتحرك، اكسترا سيلولار فلويد فوليوم ديكريزز افتر ا فيو دايز اوف بيد ريست. الحجم بتاع السوائل الاكسترا سيلولار دي بيحصل لها ايه ديكريز افتر ا فيو دايز اوف بيد ريست. لما يكون قاعد يومين ثلاثة في السرير هيبدأ السوائل دي تنخفض. هيماتوكرايت فاليو اللي هو البي سي في دي عبارة عن مؤشرات لخلايا الدم الحمراء وبنحسبها لإيه؟ لتحديد الإيه؟ الأنيميا. خلاص الهيماتوكريت فاليو اللي هو بيسموها البي سي في، نوع من أنواع التحليل كده بنعمله عشان نحدد الأنيميا. انكريزز بيزيد 10% within 4 days، في خلال 4 ايام من ايه من يكون طريح فراش لمده 4 ايام هيبدا ايه يزيد الايه البي سي في. when bed rest is prolonged لو بقى عمليه ان هو يبقى طريح فراش دي بتطول، ربنا يعافينا جميعا، the level of proteins and protein pound constituents is decreased. خلاص لما بتطول بقى بينخفض مستوى البروتينات والمكونات البروتينيه الايه والمكونات المرتبطه بالبروتين. يورينري اكسكريشن اوف كاتيكولامينز والكورتيزول اند بلاد يوريا ديكريز باي من 2 ل 3 ويكس اوف بيد ريست، في خلال من 2 ل 3 اسابيع من ان هو يكون طريح الفراش ها بينخفض افراز الايه اللي هو يورينري اكسكريشن اوف كاتيكولامين والبلاد بيحصل له ايه انخفاض. الكالسيوم صوديوم بوتاسيوم فوسفيت اند سلفيت اكسكريشن انكريزز اند تيكس اباوت 3 ويكس تو ريتيرن تو نورمال. بينخفض افراز المكونات دي، لا بتزيد الكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم افرازها بيزيد انكريز اند تيكس اباوت 3 ويكس وتاخد 3 اسابيع عشان ترجع لحالتها الايه الطبيعيه. تاخد 3 اسابيع عشان ترجع من ان هو يقوم بقى ويمشي عادي عشان ترجع للحاله الطبيعيه بتاعتها. دي بيانات لازم انت تبقى عارفها عن المريض عشان تقدر تحدد هي ليه عاليه. ممكن تكون لو انت ما انتش عارف هتدي لك ايه هتاخد بيها قرارات ايه قرارات خاطئه. لازم تبقى عارف هو كان ايه هو طريح فراش يبقى هيزيد كذا هيقل كذا زي ما احنا نقول كده دلوقتي. طيب الاكسرسايز after moderate exercise there is a stress response that increases blood glucose. لو الـ الشخص اللي انت بيعمل تحليل ده بيعمل تمرينات معتدله كان عامل خد العينه بعد ما عمل التمرينات دي، فهناك ايه استجابه ريسبونس للايه للستريس اللي هو عمله. الرياضه دي عباره عن ستريس، نوع من انواع الستريس، ففي استجابه للستريس ده بتعمل ايه بتزود معدل الايه الجلوكوز، هيزيد معدل الجلوكوز بعد عمل الايه بعد عمل الرياضه مباشره. بلازما بايروفيت اند لاكتيت ار انكريزد تو فور. البايروفيك واللاكتيك هيزيد ضعف في البلازما بعد الايه بعد الرياضه. ارتيريال بي اتش اند بي سي او 2 ديكريز، بتنخفض الايه البي اتش وينخفض الايه الضغط بتاع CO2 في الشرايين
بعد عمليه الايه؟ الرياضه المعتاده ليه. سلايت انكريز از سين ان كرياتينين واليوريك اسيد والسي كي والال دي اتش والاي اس تي. هتلاقي برضك ايه؟ ارتفاع ايه ملحوظ في الايه؟ الحاجات دي. زوز who are in the habit of walking about 4 hours per week. الناس اللي هم معتادين ان هم يمشوا 4 ساعات في الاسبوع، يمشوا 4 ساعات في الاسبوع، have 5% lower، عندهم 5% انخفاض في الكوليسترول و3.5% higher في ال HDL كوليسترول، عندهم ارتفاع 3.5% في اللي هو الايه ال HDL اللي هو الايه الهاي دينس لايب بروتين اللي هو الايه الكوليسترول النافع الكوليسترول الجيد، هتلاقي عندهم مرتفع، حاجه كويسه طبعا. اللي هو بيمشي 4 ساعات في الاسبوع هتلاقي الحاجات دي مرتفعه عنده. طيب those who undergo systematic training like athletes، الناس اللي هم بقى بيخضعوا لتدريبات ايه ممنهجه، يعني واحد رياضي هو بيلعب كوره بانتظام في نادي او بيلعب مش عارف ايه، بيلعب حاجه منتظمه وبيقع تحت تدريبات طبعا اكتر من 4 ساعات دي بكتير، واحد بيلعب كوره، واحد مش عارف ايه، واحد ايه زي كده، فتلاقي الايه الناس دي have higher CK دول كرياتين كاينيز اليوريا اند يوريك اسيد اند كرياتينين due to increased muscle metabolism and turnover، نتيجة اللي هو ايه زيادة النشاط العضلي بتاعهم، هتلاقي الايه النسب دي اعلى عندهم، وده بسبب ايه؟ بسبب زيادة التمثيل الغذائي ليه؟ للعضلات، الميتابوليزم بتاع العضلات عندهم عالي، بيشتغلوا على طول، بيتمرن، بيلعب، فتلاقي في ميتابوليزم ايه؟ عالي، في ايض شغال جامد، فتلاقي الايه؟ الحاجات دي عالية عنده. سيرم كوليسترول may be lowered as much as 25% while HDL may increase، هتلاقي برضك السيرم كوليسترول عندهم اقل حوالي 25% وال HDL اللي بيحصل له ايه increase، دايما عندهم الايه ال HDL ايه عالي. The decrease in total cholesterol is due to lowering of LDL cholesterol، انخفاض العام للكوليسترول الكلي بيبقى راجع لايه؟ راجع لانخفاض ال LDL اللي هو الايه اللي هو كوليسترول الايه الضار، بيبقى قليل جدا. خلاص هو عنده ال HDL عالي ودي حاجه جيده، وبقى عنده ال LDL منخفض جدا، فالتوتال بتاع الكوليسترول بتاعه بيبقى منخفض، ودي كلها حاجه ايه حاجات ايه مؤشرات جيده ده راجل رياضي يعني. طيب تراي اسيل جليسرايد او تراي جليسرايد تي اي جي از اولسو لوور، هيلاقي عنده برضك الايه الدهون الثلاثيه بتاعته تلاقيها ايه؟ تلاقيها منخفضه. البلازما فري فاتي اسيد انكريز، البلازما اللي هو الاحماض الدهنيه اللي موجوده في البلازما هتلاقيها بتزداد. بلازما فري فاتي اسيد انكريز الحره، بات لاكتيت ريسبونس از ايه؟ از ليس، استجابه اللاكتيت هتلاقيها قليله. ليه اللاكتيك قليل؟ لان هنا المصل ميتابوليزم از مينلي ايروبيك، جميع الايد بتاع الميتابوليزم بتاع الراجل ده في ايه؟ في اكسجين هنا عالي، هو عنده فتنس عاليه ففي اكسجين موجود، في حاله لو انخفض الاكسجين ممكن يطلع الايه؟ اللاكتيك اسيد، لو انخفض الايروبيك معدل الاكسجين الموجود في الجسم انخفض هيبدا يعمل ايه؟ انا ايروبيك، يبقى في الحاله دي هيبدا يزيد الايه اللاكتيك اسيد، لكن لو هو رياضي وعنده فيتنس عالي فدايما بيبقى ايه تبادل الغازات عنده قوي وكويس، فالميتابوليزم عنده كله بيبقى ايه ايروبيك، فما تلاقيش الايه اللاكتيك عالي، هتلاقيه دايما ايه اللاكتيك بتاعه منخفض. الامور واضحه يا شباب ولا؟ تمام كعبي، تمام عبد العزيز.
طيب ماشي يا عيسى، السيركاديان فاريشنز اللي هو الاختلافات الايه اليوميه، سيركاديان فاريشنز، سيفرال انالايتس ان بودي فلويدز اكسهبت ديورينال فاريشن ان زير سيكريشن، اللي هو تظهر العديد من التحليلات في سوائل الجسم تباينا في النهار نهاريا، يورينال فاريشن بيحصل فيه اختلافات في النهار، وده تبع الايه السيركيديان ريثم اللي هو الايه الايقاع الايه البيولوجي بتاع الشخص اللي هو بيسموها الساعه البيولوجيه. خلاص variations in level are therefore to be expected depending on the time of a of collection. عشان كده من المتوقع الاختلاف او الاختلافات في المستوى بناء على ايه؟ على الوقت بتاع العينه. انت هتاخد العينه امتى؟ هيبدا يحصل ايه؟ اختلاف في مستوى التحليل بتاع الايه؟ الشخص ده اللي انت بتعمل له التحليل. This mainly applies to hormones. وده بينطبق بشكل اساسي على مين؟ على الهرمونات. such as الجروس هرمون، خدنا مثال على كده مين؟ الجروس هرمون، وفي امثله كتيره من ضمنها الايه؟ الجروس هرمون. هنلاقي البيكس بتاعه اعلى قمه للهرمون بتاع الجروس ده، الجروس هرمون هتلاقيه الساعه ايه؟ 10 بالليل، هتلاقي قمه الايه؟ النشاط بتاع افراز الهرمون ده هتلاقيه فين؟ الساعه 10 بالليل في الليل. واللو بيكس بتاعه هتلاقيه امتى؟ الساعه 8 الصبح. So maximum during sleep and minimum at walking time. هتلاقي الماكسيمم بتاعه اثناء الايه؟ اثناء النوم. هيبدا يفرز باقصى كميه امتى؟ اثناء النوم. و عند الاستيقاظ هيبقى ايه؟ اقل وقت لانتاج هذا الهرمون. increases during exercise، وبيزيد ايضا اثناء ايه؟ عمليات الايه؟ الرياضه. هرمون النمو ده هيزيد اثناء الايه؟ الاكسرسايز. طيب الدايت، الوجبات بقى هل تؤثر؟ الاكل اللي اكلته قبل تحليل او في عمليات التحليل دي. Diet has a significant effect on several analysis. النظام الغذائي بتاعك ده له تأثير كبير طبعا على ايه؟ العديد من الايه؟ من التحليلات. A high protein diet. لو واحد عنده الايه؟ الوجبة بتاعته غنية بالايه؟ بالبروتين. Causes a doubling of urea concentration within 4 days. يعني في خلال 4 ايام لو واحد تعود انه ياكل بروتين عالي، ها؟ بعد 4 ايام هتلاقي الايه؟ اليوريا كونسنتريشن هترتفع خلاص لمقدار الايه؟ الدبل. A high fat diet. طب لو الوجبه بتاعتك غنيه بالدهون، depletes the nitrogen pool، هتبدا تستنزف او ايه؟ هتستهلك كميه الايه؟ النيتروجين اللي موجوده. سيرم triglyceride increases، هنلاقي الترايجلسرايد هيزيد في السيرم. But the serum cholesterol does not change، لكن الكوليسترول بتاع السيرم مش هيتغير in the short term diet، في مدى وقت قصير من الوجبات مش هيتغير على خلال وقت قصير، لازم محتاج وقت طويل عشان يبدأ يتغير. The ingestion of a meal elevates the plasma level of glucose and lipid. يبقى تناول الوجبة يؤدي بعد من الأكل يعني على طول يؤدي إلى رفع مستويات الجلوكوز والدهون بعد الأكل.
فوسفيت ليفل فولز ديورينج ذا بوست برانديال ستيت، بقى اثناء حاله ما بعد الاكل بقى هيبدا ينخفض مستوى الايه؟ الفوسفيت. سينس فوسفيت انتر ذا سيل، ليه؟ عشان الفوسفيت اصلا هيخش جوه الخلايا عشان يساعد في عمليه الايه؟ الميتابوليزم بتاع الايه؟ الجلوكوز. عارفين ان الجلوكوز بيستهلك فوسفيت عشان يحصل له ايه؟ جلوكوز 6 فوسفيت وبتاعه وانتاج الاي تي بي والحاجات دي كلها، فهتستهلك ايه؟ هتستهلك فوسفيت. سو فاستنج سامبل از بريفيرد، عشان كده عشان نحلل الجلوكوز عشان نحلل الليبيد يبقى يفضل ان المريض يكون ايه؟ يكون صايم عشان يديك نتائج ايه؟ نتائج تكون معبره عن حاله المريض. مينيمم اوف 10 to 12 hour fasting prior to collection of sample is required. يعني هنا في الحاله دي في حاله السكر وفي حاله الليبيد او الدهون يعني عايز احلل، يبقى مطلوب انه ما يقل عن من 10 ل 12 ساعه صيام قبل ما اخد الايه؟ العينه. لازم يكون الايه؟ المريض صايم اقل حاجه من 10 ل 12، لا يقل عن 10، لا يقل عن ايه؟ 10 ساعات. Nature of the diet may also have some effects. برضك طبيعه الايه؟ الوجبه دي طبيعتها فيها ايه؟ فيها فايبرز، فيها ايه؟ المريض ده بياكل ايه بالظبط؟ يعني الوجبه اللي كلها ايه دي ممكن تؤثر. زي مين؟ الهاي فايبر دايت، لو وجبه فيها ايه؟ فايبرز عادي هتؤثر برضه على الجلوكوز والكوليسترول والكالسيوم والترايجليسرايد، هيكون لها تاثير طبعا. بريزنس اوف كافيين، وجود الايه؟ الكافيين هيؤثر على الكاتيكولامين والميتابولايتس كلها. لو الشخص ده فيجيتيريانز ما بياكلش لحمه، ان جنرال هاف لو ال دي ال كوليسترول، هيبقى عنده هو اصلا ما بياكلش منتجات حيوانيه خلاص، فهيبقى عنده ال ال دي ال بتاعته الكوليسترول الضار ال ال دي ال كوليسترول هيكون منخفض لانه اصلا ما بياكلش لحوم والحاجات الحيوانيه. بات الاتش دي ال كوليسترول از ايه؟ از مور، هيكون مرتفع. الاتش دي ال بتاعه هيكون عادي لان هو اصلا ما بياكلش منتجات ايه؟ حيوانيه. يورينري بي اتش از هاير ان فيجيتيريان، البي اتش الرقم الهيدروجيني في اليورين بتاع الفيجيتيريان ده بيبقى ايه؟ اعلى، هاير عند الايه؟ النباتيين تو ميت ايترز، عن الناس اللي هم بياكلوا الايه؟ اللحم. طيب يوريا اند يوريك اسيد ليفلز ار اولسو لوور، مستويات اليوريا واليوريك اسيد بتكون اقل ان بتكون برضك اقل في الفيجيتيريان، لما نقيسها في اليورين هتلاقيها برضك ايه؟ قليله. لايف ستايل عموما بقى هاز ا نوتابل افكت اون بلاد بارامترز، نمط الحياه الطريقه اللي انت بتعيش بيها اللي بتاكل بيها هتؤثر على ايه؟ على كل الايه؟ المقاييس البارامترز اللي انت بتقيسها في الدم. واضح يا شباب؟ ايوه عبد الله، عمر عبد الله عيد، نفس الشريحة دي عبد الله؟ طيب احنا هنا بنقول في الشريحة دي ان الـ nature of the diet may also have some effects، طبيعة الأكل الطبيعة بتاعت الوجبة اللي أنت بتاكلها ممكن تؤثر في الإيه؟ القياسات اللي أنت هتاخدها أو في العينات بتاعت المريض، هو كان واكل إيه؟ طبيعة الأكل اللي هو بياكله في خلال الأيام اللي قبل الإيه؟ قبل الوجبة ممكن تؤثر في الإيه؟ التحليلات دي. قال لي الهاي فايبر
دايت، يعني لو الوجبات بتاعتك فيها فايبر عالي هتؤثر في الجلوكوز والكوليسترول والكالسيوم والتراي جليسرايد او التراي اسيل جليسرايد او التراي اسيل جليسرول، خلاص اللي هو الجليسريدات الثلاثيه او الدهون الثلاثيه. بريزنس اوف كافيين، لو في كافيين في الوجبات بتاعتك، في كافيين هيؤثر على الكاتيكولامين ويؤثر على الميتابولايتس الميتابوليزم بتاعك. الناس اللي هم الفيجيتيريانز اللي هم اللي هو نباتيين، النباتيين ان جنرال هاف لو ال دي ال كوليسترول، هتلاقي نسبه الكوليسترول الضار عندهم قليل، وال اتش دي ال كوليسترول الكوليسترول النافع هتلاقيهم ايه عندهم مرتفع، بيبقوا صحيين اكتر. يورينري بي اتش تبع الفيجيتيريان برضه از هاير ان فيجيتيريان، البي اتش بتاعهم بيبقى ايه في ال بيبقى ايه هاير عالي كومبير تو ميت ايترز، مقارنه بالناس اللي بياكلوا ايه اللحم. اليوريا واليوريك اسيد ليفل ار اولسو لور، هتلاقي اليوريا واليوريك اسيد هتلاقيهم ايه قليلين فين في الفيجيتيريان. وبيقول لي بقى ان اللايف ستايل عموما اللي هو نمط الحياه بتاعك هذا نوتابل افكت اون بلاد بارامترز، هيؤثر بشكل ملحوظ على مقاييس الدم. المفروض ان انت دايما تاكل الحاجات اللي ايه الصحيه، تلجأ ل مثلا هتاكل فايبر يبقى فيه جزء من الوجبه بتاعك فيها فايبر، جزء من الوجبه بتاعك فيها ايه زيوت نافعه زي زيت الايه الزيتون كده. تنويع الغذاء، برافو، يعني يا تاكل بلاش تاكل الوجبات السريعه اللي فيها بيسموها الايه اللي هو الاحماض الدهنيه الايه ساتوريتد فاتي اسيد، دايما بيبقى كل الوجبات السريعه دي بيبقى فيها نسبه الساتوريتد فاتي اسيد عالي جدا، ودي بتبقى حاجه ايه بتبقى حاجه ضاره بخلاف الايه اللي هو الان ساتوريتد فاتي اسيد. في حاجه تانية بتؤثر في التحليلات، الفارماكولوجيكال ايجنت بقى، المريض بياخد دواء معين دايما بتسال، او لو رحت تعمل تحليل لوالدك ولا هتلاقي بتاع بيقول لك انت مريض سكر مريض ضغط، ليه بيسالك كده؟ يبقى اكيد بتاخد ايه ادويه للسكر او بتاخد ادويه للضغط او بتاخد وات ايفر، فيسال على انواع العقارات اللي انت بتاخدها قبل ما يعمل التحليل، يعرف منك انت اذا كان المريض ده بياخد ادويه ولا لا. ليه؟ لانها بتؤثر في التحليلات. Several drugs can alter blood parameters، العديد من العقار او الادويه دي ها يمكن ايه ان تغير المقاييس بتاع الدم او المعايير بتاعت الدم بتاع الايه المريض. Any intramuscular injection of drugs can elevate ال CK والالدوليز ليفل، اي حقن عضلي للادويه يرفع مستويات الايه الكرياتين كاينيز والالدوليز على طول. اورال كونتراسيبتيف اليفيت اي ال تي اند التر استروجين اند بروجسترون ليفل، اللي هي بيسموها الادويه موانع الحمل اللي هو البرشام اورا، خلاص دي كلها هتؤثر على الايه على الاي ال تي والاستروجين والبروجسترون. ديوريتيك يوز از نون تو ديكريز صوديوم اند بوتاسيوم ليفل and increase calcium. الديوريتيك دي اللي هي الايه اللي هي مدرات البول، الناس اللي بياخدوا حاجه عشان ينزل الضغط عشان ينزل الضغط بتاعه، فهيعمل ايه ها دي بتقلل الصوديوم والبوتاسيوم وبترفع الايه وبترفع نسبه الايه الكالسيوم. طب في ماده اسمها الاستاتين، دي بتاعت الايه بتاعت الضغط. استاتين اند اسبرين اللي هو ساليسيليك اسيد ار لايكلي تو افكت هيباتيك انزايم،
اللي فاتك ايه؟ انزايم. يعني من المحتمل قوي ان ماده الاستاتين دي والاسبرين تؤثر على ايه؟ على مستويات الايه؟ انزيمات الايه؟ الكبد. And coagulation parameters. والبارامتر بتاع الايه؟ التخثر على التوالي. الاستاتين هيأثر على الهيباتيك انزيم، والاسبرين هيأثر على الايه؟ على الكواجيولنت ايه بارامتر، ماشي؟ ريسبكتيفلي، يعني كل واحده على حسب اللي وراها. الاستاتين هيأثر على الهيباتيك انزيم ليفل، والاسبرين هيأثر على الايه؟ على الكواجيوليشن بارامتر. واضحه؟ ريسبكتيفلي، يعني كل واحده بتأثر على الايه؟ على التوالي، على التوالي. طب تمام، ممتازين. نون كنترولابل فاريبلز، في عوامل بقى ما ينفعش نتحكم فيها خلاص. كل عامل اللي فات دي ممكن اقلل كذا، ما تاكلش كذا، اعمل كذا، عشان نقدر نوصل لايه؟ للبارامتر السليم للمريض. لكن في حاجات احنا مش هنقدر نتحكم فيها، اللي هي ايه؟ الايدج والسكس والريس، اللي هو الجنس او العرق، ماشي؟ العوامل دي، السن والجنس والعرق، affect several parameters and reference values، هتؤثر على ايه؟ العديد من القراءات بتاعتنا، ولازم يبقى فيه تغيير في الايه؟ في الريفرنس فاليو بتاعتهم. are established taking these variable under ايه؟ لازم تاخد الحاجات دي في عين الاعتبار عندك، صح؟ لازم تاخدها في عين الاعتبار، تراعيها يعني. physiological state like pregnancy، حالات فسيولوجيه زي ايه؟ زي الحمل واللاكتيشن والرضاعه، لازم تحطها في الاعتبار في حاله الايه؟ التحليل، لان اكيد هتؤثر على الايه؟ القراءات بتاعتك. separate reference standards are maintained، بيحافظ على معايير مرجعيه منفصله for children والادلت والايج، للاطفال والبالغين الايج والمسنين، خلاص؟ والمسنين. يعني لازم هتلاقي دول ليهم قراءات ودول ليهم قراءات ولهم دي لغات منفصله عن بعضهم، مش اكيد طفل هتلاقي قراءاته مش زي الايه؟ البالغ او الايه؟ المسن يعني. هتلاقي، فلازم انت تاخد السن في الاعتبار. ودي برضك لما تيجي تروح تعمل تحليل يقول لك سنك كام؟ اول حاجه السن كام للمريض؟ لازم يذكر السن، عشان اللي بيعمل التحليل بيبقى ايه؟ فاهم ايه المرجع بقى بالنسبه لك، مين اللي هيكون النتائج بتاعته من الى، بالنسبه لطفل غير بالنسبه ل ادلت، او بالنسبه لواحد ايه؟ واحد مسن. طيب نكمل ولا نريح شويه؟ شوية، لأن أنا عطشان أصلا عايز أشرب مية. طيب هنريح شوية ونكمل الإيه؟ المحاضرة. أنا حاولت أقللها بقدر الإمكان، وشلت المعادلات وشلت كل الكلام ده عشان الأمور تبقى بالنسبة لكم إيه؟ سهلة يعني. ماشي يا عبد الله، تمام؟ فالمحاضرة دي إن شاء الله هتبقى سهلة كده. ماشي يا أبو يزن، السلام عليكم. محدش يقفل ال، هنرجع بسرعة كده، تمام، يلا راحة كده 5 دقايق 7 دقايق كده.
السلام عليكم يا شباب. أهلا يا علي، أهلا محمد عبد العزيز خالد. طيب هنكمل، احنا خلصنا الشريحة دي مش كده؟ خلصنا الشريحة دي. تمام. سبيسمين كوليكشن اللي هو بقى جمع العينات، بقى حالة الجمع نفسها. يوز اوف بكتينر تيوبس از ستاندرد بروسيدور ان سبيسمين كوليكشن. يعني بيستخدم اللي هو اللي هي الانابيب المفرغة دي، اللي هو البكتينر تيوب. ده الاجراء اللي هي المتبع في حالة الايه اخذ الايه العينة. بلازما values are higher than serum values. البلازما values اللي هو ايه سائل الدم، بس في وجود ايه منع تجلط، لما يكون انت فصلت السائل بس وانت حاطط ايه منع تجلط، بيبقى higher than serum. السيرم اللي الدم لو سبته ايه لوحده كده ممكن يفصل، ده السيرم بيبقى بيفصل الايه السائل بتاع الدم، ده اسمه سيرم. لكن لو حطيت منع تجلط اسمه ايه؟ اسمه بلازما. خلاص؟ يبقى البلازما فاليو ار هاير ذان سيرم فاليو ان ذا كيس اوف ايه؟ اوف كالسيوم اند كلورايد، في حاله الكالسيوم والايه؟ والكلورايد. بلازما فاليوز ار ليس ذان سيرم فاليوز فور البومين، بالنسبه للالبومين والاي ال بي والاي اس تي والباي كربونات والكرياتين كارنيز واليوريا واليوريك اسيد. Arterial blood is used for arterial blood gas analyze. يعني بيستخدم الدم الشرياني، arterial blood اللي هو الدم الشرياني، لتحليل غازات الدم. خلاص. Most of the other investigations use venous blood. معظم الفحوصات الأخرى بنستخدم الإيه؟ الدم الإيه؟ الوريدي. ناخد من الوريد عشان نقيس السكر ونقيس ونقيس ونقيس، لكن بنقيس غازات الدم بناخدها منين؟ بناخدها من ايه؟ من شريان، لازم يكون ايه؟ شريان. تمام؟ كلها مواضيع اسئله يعني. طيب هيموليزيس، هيموليزيس اللي هو ايه؟ اللي هو الانحلال الدم. هيموليزيس انزيمز لايك الدوليز وال LDH والالكترولايتس بوتاسيوم ومغنيسيوم اند فوسفيت كلها ار اليفيتد. خلاص. بترتفع باي ذا بريزنس اوف هيموليزيس، في وجود الايه اللي هو في وجود حاله انحلال الايه الدم. هيموليزيس سامبلز جيف فالسلي لو فاليوز فور بيلروبين. يعني حاله اللي هو الهيموليزيس دي، ها لو خدت عينات منها هتلاقي قيم منخفضه في الايه للبيلروبين، والقيم دي بتبقى ايه؟ بتبقى خاطئه، قيم بتبقى خاطئه مش هي الحقيقه. خلاص. الانتي كوجولانس، انتي كوجولانس بلازما از ذا سبيسمين اوف تشويس فور ميني اسي سيستمز. مضادات التجلط دي، ها الانتي كوجولانت، هنلاقي البلازما العينه المختاره للعديد من انظمه الفحص. يعني لما نيجي نعمل فحص للحاجه هنفحص في نحفظ في نفحص في البلازما، نفحص في البلازما. خلاص. عشان ايه كده؟ commonly used anti coagulant are heparin. الماده الشائعه اللي احنا بنستخدمها كانتي اوجلاند هنا بيكون ايه؟ الهيبارين والايديتا والاوكزاليت والسيدريت والفلورايد. Of these heparin is best suited for most of the biochemical estimation. الهيبارين هو الانسب لمعظم التقديرات الايه؟ البايوكيميائيه. دايما بنستخدم مين؟ بنستخدم الهيبارين في معظم الايه الحالات.
هو انسب واحد يعني مع الـ مع الـ مع الـ الـ التجارب لو ان الهيبارين هو الايه هو الانسب في القراءات الايه السليمه. all other anticoagulant chelate calcium، الباقيين ممكن يعملوا ايه كيليشن، يعملوا ماسك للكالسيوم and may have the possibility of enzyme inhibition especially creatine kinase والALP والamylase and LDH is observed with several of these antioxidants. يبقى جميع المضادات التخثر الأخرى ممكن تحتوي على الكالسيوم ويكون لها إمكانية تثبيط الإيه الإنزيم الخاص بالكرياتين كاينيز أو الـ ALB أو الأمايليز أو الـ LDH. خلاص؟ عشان كده بيفضل مين؟ بيفضل الهيبارين. أوكزاليت أكيد أكيد يا عبد الله. أوكزاليتس آر أنسوتابل فور استيميشن أوف صوديوم أند بوتاسيوم. الأوكزالات لما نستخدم الأوكزالات بتبقى غير مناسبة لما نيجي نقدر الايه الصوديوم والبوتاسيوم، ما ينفعش ان احنا نستخدم الايه الاوكسالات. الهيبارين is the most widely used anticoagulant for clinical chemical analysis. يبقى الهيبارين هنا هو مضاد التخثر الاكثر استخداما في التحليل الكيميائي السريع. ممكن يجي سؤال يعني. اسيلين ديامين تترا اسيتيك اسيد، ماده اسمها الايديتا، ماده اسمها الايديتا از ا كيليتنج ايجنت، عامل مخلبي، عامل يمكن يمسكها اند از بارتيكولارلي يوزفول فور هيماتولوجيكال اكزامينيشن. دي بتبقى مفيده بشكل خاص في عمليه ايه فحص الدم، على سبيل المثال اللي هو البلاد بيكتشر، في لما بنيجي نعمل صوره دم نستخدم الايه نستخدم الايديتا because it preserves cellular component of the blood، لانه بيعمل ايه preserves يعني بيحافظ على المكونات الخلويه الايه للدم، الماده دي هتحافظ على المكونات الخلويه للدم. it may affect some of the clinical chemistry test، وممكن تؤثر على بعض ايه اختبارات الايه الكيمياء السريريه، لكن هي في حالة صورة الدم بتبقى ايه بتبقى مناسبة جدا ان انا استخدم الايه استخدم الايديتا. مادة تانية زي الصوديوم فلورايد، الصوديوم فلورايد is usually used as a preservative for blood glucose. يعني انا هقيس بقى سكر الدم استخدم الايه الصوديوم فلورايد by inhibiting the enzyme system involved in the glycolysis. ليه؟ لانها بتثبط الانزيمات المشاركه في عمليه الايه الجلايكوليسيس. وزود ان انتي جلايكوليتيك ايجنت، لو ما حطيتش الانتي جلايكوليتيك ايجنت دي لو ما حطيتهاش على عينه الدم ذا بلاد جلوكوز كونسنتريشن ديكريزز اباوت 10 مللي جرام بير ديسيليتر بير اور، يعني كل ساعه هتلاقي نسبه السكر في العينه بتاعتك هتبدا تقل 10 مللي جرام لكل ديسيليتر. الكلام ده عند 25 درجة مئوية and the false result may be obtained. يبقى بعد على ما العينة يتم تحليلها شوفها تقعد كام ساعة يبدأ ايه ينقل ايه يبدأ يقل كل ساعة يقل 10 مللي جرام، معنى كده النتيجة اللي تطلع بعد كده هتبقى ايه غير معبرة، نتيجة غير معبرة عن حالة الايه المريض لأنه منخفضة عن الايه عن الايه عن الطبيعي عن الحالة الطبيعية في المريض ده. Citrate is widely used for coagulation studies. خلاص ممكن نستخدم السيتريت برضك في عمليه الايه الكواجوليشن. يبقى لما نيجي نقيس الجلوكوز لازم نحط كواجوليشن عشان نجيب نتيجه سليمه، ما نجيبش نتائج خاطئه، لان لو انت ما حطيتش كل ساعه هيبدا ينقص نسبة الجلوكوز أو تركيز الجلوكوز هيبدأ يقل 10 مللي جرام لكل بير ديسيليتر كل ساعة. يبقى لو قعدت ساعتين يبقى هينقص 20 مللي جرام عن النتيجة الحقيقية.
لو قعدت 3 ساعات هيبدأ 30 مللي جرام وهكذا. في هنا حاجة اسمها الاكيورسي. الاكيورسي بقى اللي هي الدقة في التقديرات، الدقة في التحليل. accuracy it is the closeness of a result to the true value. يعني كل ما تقرب من القيمة الحقيقية تبقى انت هنا ايه النتائج بتاعتك دقيقة. accuracy it is the closeness of a result to the true value. for example هنا زي ما تقول ايه اللي هو الحاجه دي، لما نجيب المثال هنا accuracy is represented mathematically as error relative or percent difference. يعني بيتم تمثيل الدقه رياضيا او حسابيا يعني على انها خطا ايه، خطا نسبي. انت المفروض تيجي في المكان انه عشان ايه، عشان ايه تقول او انه رقم عشان يكون قريب من الايه، من الحقيقه. هنقول مثلا for example if one technician performs a test on a serum which is known to contain 100 milligram per deciliter glucose. على سبيل المثال اذا احد الفنيين اجرى اختبار على مصل للدم معروف ان هو فيه 100 مليجرام، احنا عارفينه ان هو فيه 100 مليجرام بير ديسيليتر، وجه التكنيشن ده راح عمل اختبار للجلوكوز ولقى 99 مللي جرام بيرتيزي، يبقى ده اكيورت ولا نوت اكيورت؟ يبقى الراجل ده دقيق ولا مش دقيق؟ That's the question. ها يا ابني انت نمت انت هو ولا ايه؟ هيبقى دقيق. لا مش نوعا ما، ده 99% يعني، ما يعني 1% يعني، يبقى الراجل ده دقيق جدا يعني، يبقى دقيق جدا صح. هو كان هو 100 مللي جرام الحقيقي وهو جاب 99، يبقى ده كويس جدا تمام خلاص. يبقى هنا في ايه الاكيورسي بتاعته عاليه. لا ما هو 100% ما هياش الايه، ما هياش لكن 99 هنعتبر ان هو الراجل ده دقيق جدا، دقيق جدا خلاص. طب السكند تكنيشن داز ذا سيم تيست، واحد تاني بقى عمل نفس الايه، نفس التيست على نفس العينه اون ذا سيم سامبل اند جيتس ذا ريزلتس 95 مللي جرام بير ديسيليتر. هنا هنقول انه الاولاني هو الاكيوريت ولا الثاني هو الايه الاكيوريت؟ هيبقى الاول اللي جاب 99 صح. يبقى كل ما القيمه بتاعتك قريبه من الحقيقي كل ما بقت ايه اكيوريت. القيمه الاقرب للقيمه الحقيقيه هي الايه، هي الاكل خلاص كده. then the value of the first technician is considered as accurate. هو ده الايه الادق. ليه؟ لانه اقرب واحد للايه، للحقيقه، للمية. values farther away from the true value are less accurate. كل ما كان بعيد بقى ايه، بقى اقل ايه دقه عن الايه، عن الاقرب. اللي بعيد هو اللي اقل دقه، القريب هو الايه، هو الاكثر دقه. مفهومه؟ ممكن يجيبها كامله، ممكن. احنا بنتكلم دلوقتي على الدقه. لو واحد 100 وجاب 100 والتاني جاب 99 والتاني جاب 98، يبقى مين الاقرب؟ ما بقاش ال 98 ولا ال 99، بقى ال 100 بقى خلاص. لو واحد جابها ال 100 خلاص، يبقى ده دقيق جدا ماشي، أو جدا جدا بقى. طيب تمام يا واد عاني. حلاوة حلاوة إيه يا يزن؟ أنت جعان يا يزن؟ طب عبد الله ويزن جعانين، الله يكون في عونهم. ما نديتكم يا ابني 10 دقايق، ما اكلتش ليه؟ هتفطر وانت بتاخد المحاضره يا يزن؟ عشان كده داخل في الحلاوه والشاي والكلام ده. طيب في حاجه اسمها بقى بيرسيشن. بيرسيشن
خلاص تمام. هنتكلم بقى على الايه، على البرسيشن. البرسيشن ده اللي هو ايه، اللي هو بيختبر تركيز المواد عملي، بيختبر عملي. الله ينور عليك يا اسطى. طيب البرسيشن ذيس ريفير تو ذا ريبروديوسيبيليتي اوف ذا ريزلت، ده بيشير الى ان هيحصل هنا بقى تكرار للنتيجه. هيحصل النتيجه دي لو عملناها مره واثنين وثلاثه ولقيناها برضك، واحد عمل نتيجه لقى 99 من المية ورجع كررها تانية لقى 99 وكررها تاني، خد بالك بقى هنا بقى ايه، في احكام او انضباط، برسيشن. برسيشن يبقى البرسيشن ده بيشير الى this refer to the reproducibility of the result، الى امكانيه تكرار النتائج، ان النتائج تحصل عليها هي تعيدها وتعيدها وتحصل عليها. فاهمين؟ if one technician performs glucose، لو واحد مثلا مثال على الكلام ده بيشوف ايه، بيحلل الجلوكوز on the same sample، على نفس العينة on three different occasions and obtain 100 milligram per deciliter و 99 milligram per deciliter و 100.1 milligram per deciliter. لو واحد تكنيشن عمل تحليل على نفس العينة وكرر التحليل ده ثلاث مرات، كرروا ايه؟ ثلاث مرات. مرة حصل على 100، ومرة حصل على 99، ومرة حصل على 101. دول الثلاث تحليلات اللي حصل عليهم على التوالي. يبقى the result have been reproduced very well، يعني النتيجة هنا اتعادت، مرة جابها 99، مرة جابها 100، مرة جابها 101، أكن الثلاث نتائج هم لكن النتيجه اتعادت ايه ثلاث مرات بس بدقه ايه عاليه، بدقه عاليه. Very well and the precision هنا بقى is very good. البرسيشن بتاع العيال، القراءات بتاع الراجل ده ايه، very good، ممتاز. Precision depends on the ايه technique، او بيعتمد على ايه البرسيشن دي، او الدقه دي او الاحكام ده بيعتمد على الايه، التكنيك اللي هو التقنيه، الحاجه اللي هو بيشتغلها، طريقه الشغل بتاعته. ذا ريجنت، المواد اللي بيستخدمها في الايه، اللي هو الكواشف بتاعته، الكيماويات بتاعته تكون على جوده عاليه، واخد بالك، من شركه محترمه. از ويل از اون ذا تكنيكال ابيليتي اوف ذا ايه تكنيك، وكذلك القدره الفنيه للراجل اللي بيشتغل الفني ده. الفني ده ايديه ايه، ايديه حلاوه، ايديه حلوه قوي، بيشتغل كويس. بس يبقى الثلاث حاجات دول، التكنيك، الطريقه اللي بيشتغل بيها، والريجنت، الكيماويات اللي بيشتغل بيها تكون ممتازه، والراجل اللي بيشتغل يكون ايه، ايديه حساسه برضه. ماشي، الثلاث حاجات دول هيحققوا لك الايه، هيحققوا لك البرسيشن، هقول لك الايه البرسيشن ده. ممكن يجي سؤال كده، خلاص شباب. طيب في حاجه اسمها بقى ايه سبيسيفيسيتي، اللي هي ايه النوعيه. سبيسيفيسيتي اوف ا رياكشن denotes that only one substance will answer that particular test. يعني ايه؟ بتشير السبيسيفيسيتي او بتدل على ايه؟ خصوصية التفاعل الى ان مادة واحدة فقط ستجيب على هذا الايه؟ الاختبار. يعني اكيد احنا عشان نشتغل حاجة معينة لازم ايه؟ نقيسها مادة معينة. For example in the case of glucose oxidase method، لما بستخدم طريقة الجلوكوز اوكسيديز ميثود، دي طريقة بتبقى ايه؟ طريقة متخصصة، طريقة متخصصة. سبيسيفيستي اونلي جلوكوز مولكيولز ار اسيد، هقيس بيها ايه؟ هقيس بيها الجلوكوز. يعني دي طريقة بقيس بيها الجلوكوز متخصصة له، خلاص؟
So it is very specific method. دي طريقة متخصصة جدا لأنها بقيس بيها إيه؟ حاجة واحدة بس. خلاص؟ بقيس بيها الإيه؟ الجلوكوز. يبقى إيه؟ السبيسيفيستي هنا إيه؟ بتشير إلى تفاعل معين هعمله عشان أقيس بيه إيه؟ حاجة محددة. خلاص؟ طب السنسيتيفيتي؟ السنسيتيفيتي بقى السنسيفتي اللي هي الايه؟ الحساسيه، الحساسيه سنسيفتي. It indicates that whether the method could be utilized to test a very dilute solution. هنا بيشير الى امكانيه استخدام الطريقه لاختبار ايه؟ محلول يكون very dilute، محلول مخفف جدا، يبقى محتاج طريقه حساسه جدا عشان تقدر ايه؟ تكتشف لي التركيز الاكيوريت بتاع الايه الفيري ديليوت سوليوشن ده. يبقى لازم اكون طريقه متخصصه. فور اكزامبل بيوريت ميثود، طريقه الايه البيوريت دي، طريقه محلول بيوريت از يوزد فور سوليوشنز هافينج ا فيو جرام اوف بروتين بير ديسيليتر. يعني ما يكون عندي المحلول بتاعي في فيو جرام من البروتين لكل ديسيليتر، يبقى هستخدم الايه البيوريت تيست دي، تبقى مناسبه جدا ان انا ايه اقيس بالطريقه دي. طبعا انتوا للاسف ما بتاخدوش الايه العملي، فايه لو بتاخدوا عملي كنا نقيس الحاجات دي عمليا ونشوفها يعني. طب السبكتروفوتومتر، لو انا هقيس بقى على جهاز السبكتروفوتومتر اللي هو القياس الطيف الضوئي ده، بيبقى ايه is useful to detect a few milligram of protein per deciliter. لو انا بقى هقيس تركيز عينات فيها البروتين few milligram، مش few جرام بقى، few milligram يعني اقل التركيز، هنا هستخدم مين؟ السبكتروفوتومتر. هيبقى مناسب جدا، هيبقى مفيد ومناسب ان انا اقيس البروتين لو التركيز بتاعه ايه few milligram. ده سؤال وده سؤال. وايل إلايزا، في طريقة اسمها طريقة الإلايزا ميثود is employed if the solution has only microgram. لو التركيز بقى قليل جدا، ها microgram من البروتين في الديسيليتر، لا هقيسها بالايه بالبيوريت ولا هقيسها بالسبكتروفوتومتر، لا ده انا هقيسها بالايه بالإلايزا، دي هتبقى مور اكيوريت للايه للتركيزات لو هي ايه فيريفاين. خلاص thus ELISA method is most sensitive. يبقى هنا في الحاله دي مين اللي اكتر sensitivity؟ البيوريت تيست ولا السبكتروفوتومتر تيست ولا الإلايزا تيست؟ هيبقى الإلايزا هو اللي حساس اكتر لانه هيقيس لك لغايه ايه؟ لغايه مايكروجرام. لو مايكروجرام هيحصله، لكن البيوريت دي لو مايكروجرام ممكن مش هتشوفه خالص. خلاص يبقى على حسب التركيز او على حسب الديليوشن بتاع المحلول بتاعك، هو مخفف لغايه قد ايه، هتبدا تستخدم الطريقه اللي ايه اللي هتكون مناسبه لهذا الايه لهذا الايه التركيز. حساس للغايه، حساس انت يا ودعاني والله، حساس مناسب ما شاء الله. A test should be both sensitive and specific. يبقى الاختبار اللي انا هقوم بيه، الطريقه اللي انا هشتغل بيها، يجب ان تكون الاختبار ايه؟ حساس وايه؟ محدد او مناسب، ها؟ حساس وايه؟ خاص بيها، خلاص؟ Generally speaking as a sensitivity is increased, specificity is decreased. يعني هنقول ايه؟ ممكن نقول ان الله ينور عليك، علاقه كلما زادت الحساسيه قل الايه؟ قل الايه؟ السبيسيفيك النوعيه. خلاص؟ هتقل الايه؟ النوعيه. خلاص كده؟ وبكده ان شاء الله نكون ايه خلصنا الايه؟ المحاضره ان شاء الله. حد عايز اسئله في المحاضره دي؟ طيب في حد
نحل الأسئلة ولا إن حد هيقدر وعايزين أسئلة زيادة، عايزين حل الأسئلة وعايزين أسئلة زيادة. إن شاء الله نحل الأسئلة ونجيب أسئلة زيادة. أيوة والله. طب موضوع ال اه الفاينل يا شباب هيكون كله اختيارات، احنا خلصنا خلاص الايه ال الفاينل هيكون 50 درجة، الفاينل هيكون 50 درجة و يعني ايه تحديد يا حاج عيسى؟ اما نشوف الدنيا هتبقى عامله ازاي معانا السنه الاول. هو كل شيء معانا ان شاء الله، كل شيء معانا، بس هتبقى ايه، هتبقى مثلا المحاضرات اللي هي ما امتحناش فيها ميد تيرم هيبقى فيها اسئله اكتر. لا ما بتحسب جزئيه الميد، ممنوع هذا، ممنوع هذا يا شباب. والله يا ابني مش انا اللي بحدد 40 دي، ودي موجوده في الكورس سبيسيفيكيشن، حاجه اسمها الكورس سبيسيفيكيشن، هم اللي بيحددوا، فانا ما بحدد ال هنحط ان شاء الله اسئله، هنحط اسئله ان شاء الله، نعمل لكم كام سؤال كده. احنا خلصنا كل الأسئلة الكتابة خلاص خلصت يعني. مفيش كتابة تاني خلاص. يا ابني انت كل ما اقول حاجه خالد تجيب لي حاجه مختلفه عن اللي انا بقوله. يا ابني اللي جه في الميد هيجي تاني في الفاينل، بس هيجي بكميه اقل، يعني لازم نغطي المحاضرات اللي ايه، المحاضرات اللي خدناها وبعد كده نبدا ايه، نكمل 50 سؤال من الاولاني اللي خدناه قبل كده. طب بالنسبة للبرزنتيشن يا شباب هتبدأوا امتى ان شاء الله؟ ممكن تعملوا البرزنتيشن امتى؟
يعني انتم ممكن في خلال هذا الاسبوع مثلا، يعني مفيش حد جاهز ممكن يعمل برزنتيشن دلوقتي؟ الاسبوع القادم. خلاص تمام، ان شاء الله الاسبوع القادم تعمله. هو الأسئلة اللي احنا خدناها كان أولها إيه؟ أنا مش ناسيها. شباب الستارش، السؤال الأول إز مونو ساكرايد ولا بولي ساكرايد ولا داي ساكرايد ولا أذر؟ الستارش يعتبر إيه؟ لما نيجي نقسمه نحطه في أنهي جزء؟ سامعيني ولا مفيش صوت؟ في بولي ساكرايد. برافو، بولي ساكرايد، برافو يا احمد. يبقى الاجابه بي، الاجابه بي. طيب السؤال الثاني، ذا بروتين كاتالايز ذات انكريز ذا فيلوسيتي اوف كيميكال رياكشن بينج وزود وزود بينج كونسيومد ار ايه؟ يعني ايه هو البروتين اللي بيستخدم كمحفز في
في التفاعلات الكيميائية دون أن يستهلك، دون أن يستهلك فيها، اللي هو الإنزيم. برافو أحمد، برافو أحمد فقيه، اللي هو الإنزيم، اللي هو الإنزيم. طيب السؤال الثالث، monomers of macromolecules are of carbohydrate are called. المونيمر بتاع الماكرو مولكيول اللي هو الكربوهيدرات بنسميه ايه؟ نسميه مونو ايه؟ نسميه مونو ساكرايد، اللي هو دي مونو ساكرايد. تمام. All of the following recorded as true polymer except ايه؟ الحاجات اللي دي كل موجودة دي كلها ترو بوليمر ما عدا واحد فيهم، يعني كلهم بوليمر ما عدا الليبيد. برافو، ما عدا الليبيد. علي يحيى، علي كعب، ممتاز. يبقى كلهم بوليمر، نيوكليك اسيد بوليمر، البروتين بوليمر، ترو بوليمر كلهم، الكربوهيدرات ترو بوليمر، لكن مين البوليمر الوهم الوحيد اللي هو ايه؟ الليبيد. طب موست انزيم سيستمز currently used to measure glucose. في بنقيس الجلوكوز ب سيستم معين، يا جلوكوز اوكسيديز انزيم او هيكسوكاينيز، ولا جلوكوز دي هيدروجينيز، ولا all of the above. بنقيسه بكله، هو بيتقاس بالثلاث حاجات دول، بيتقاس بالثلاث حاجات دول. خلاص يبقى دي إجابة صحيحة. طيب chemical reaction of amino acid can be due to A. هو هنرجع التفاعلات الكيميائية للأحماض الأمينية إلى إيه؟ إلى الأمين جروب ولا البوز؟ إلى كله، إلى كله. برافو، إلى كله. ما أقدرش أقول للأمين بس، لأن ممكن يتفاعل الأمين بس، ممكن تتفاعل الكربوكسيل بس، ممكن تتفاعل الكربوكسيل والامين في نفس الوقت. خلاص يبقى اقول ايه؟ كل اللي فات ده ممكن. طب مونو ساكرايد ار زو سويتش، مونو ساكرايد ار زو سويتش هيدرولايز تو جيف سمبل يونت، سمبل شوجر، ولا هيدرولايز تو جيف بولي ساكرايد، ولا نوت هيدرولايز تو مور سمبل يونت، ولا اذر؟ الاجابه سي، صح. المونوساكرايد ما ينفعش ان انا احلله الى صوره اقل من كده، ده هو اقل صوره من صور الايه؟ السكريات. خلاص؟ ما ينفعش لو حاولت اقلله او ابسطه عن كده معناه ان انا ايه؟ هكسره خالص، مش هينفع، مش هيبقى سكر. طب برافو. During the formation of protein, amino acids are connected to each other through a peptide bond. برافو، peptide bond، ممتاز. طيب نمرة تسعة، with the following, which of the following made up of at least 50 residues and possess as well defined three dimensional structure. هل البيبتايد تشين ممكن توصل لغايه انها تعمل 50 ريزيدس؟ طبعا ممكن. طب هتعمل 3 دايمنشن؟ لا غلط. يبقى الاولانيه ايه؟ ها البيبتايد تشين؟ لا البيبتايد تشين لا، ضحكت عليكم انا، ضحكت عليكم. خلاص بقى يا عبد الله. يبقى البروتين الامينو اسيد برضك مش هينفع يعمل 3 دايمنشن، والبوليساكرايد لا، احنا عايزين مين؟ البروتين هو اللي ممكن يعمل 3 دايمنشن. خلاص ساتوريتد فاتي اسيد هاف ايه؟ الساتوريتد فاتي اسيد الأحماض الدهنية المشبعة
have many double bond ولا one double bond ولا two double bond ولا not double bond؟ two ازاي يا عم الحاج مهند انت؟ ازاي الساتوريتد هيبقى فيها اتنين دبل بوند؟ هيبقى فيها واحدة؟ زي ما ده كلام غلط طبعا. ساتوريتد يعني ايه؟ يعني هي مشبعة، يعني هي فيها ايه؟ نو دبل بوند، فيها نو لا من يعني عديد، يعني هي مش يعني ان ساتوريتد. هيدروجين ايه؟ مشبعة بالهيدروجين، يعني فيها ايه؟ نو دبل بوند. الإجابة نو دبل بوند. افهم ليه؟ ساتوريتد يعني هو مشبع، مشبع يعني ايه؟ كل الكربون، الروابط ما بين الكربون والكربون عبارة عن روابط سنجل، والكربون مشبع بالهيدروجين، يبقى فيه دبل بوند. نو دبل بوند. أحادية ازاي يا ابني؟ مفيش، ما في دبل بوند، ما في خلاص. يبقى نو دبل بوند. الساتوريتد معناها ايه؟ مشبع، يعني ايه؟ كل الروابط سنجل، يعني ايه؟ يعني نو دبل بوند. طب الانساتوريتد، الانساتوريتد يعني غير مشبع، يعني غير مشبع يعني ايه؟ يعني في دبل بوند، يعني في رابطه او اتنين او تلاته او اكتر. خلاص، يبقى هنا الساتوريتد معناها ايه؟ نو دبل بوند. Which of the following is the major form of calcium in these tissues؟ ايه هي الصوره بقى بتاعت الايه؟ الميجور فورم اوف كالسيوم في تيس دي. ده السؤال ده هيبقى ايه؟ لسه هناخده في المحاضره الجايه. يعني الاجابه بتاعته طبعا ايه؟ الهيدروكسي ابيتايت. الهيدروكسي ابيتايت ده هناخده لسه في الايه؟ في المحاضره الجايه ان شاء الله. الاجابه بي. واضح؟ طيب which component of dentin forms the lattice for mineralization؟ في حاجه هناخدها برضك المحاضره الجايه اللي اسمها عمليه الايه؟ المينراليزيشن، ان يبدا يحصل ايه؟ ترسيب للمعادن اللي هو الكالسيوم والفوسفيت في العظم عشان يديله قوه. العمليه دي اسمها المينراليزيشن. خلاص، اني كومبوننت بقى؟ which component of dentin form the lattice of mineralization؟ الاسيد، اسيدك جلايكوبروتين ولا الكولاجين بروتين ولا البروتوجلايكان ولا الاميلوجلايكان؟ طبعا الاجابه بي. الاجابه بي، كولاجين بروتين. ايودين از ا بارت اوف ثيرويد هرمون. الايودين is a part of steroid hormone اللي هو زي الايه؟ ال اي 3 واي 4. الايودين and is essential for the prevention of a، ممكن هو يكون مانع لمين بقى؟ للجويتر ولا المسل ويكنس ولا الاوستيوبروزيس ولا الدايريا؟ حد فاكر الإجابة بتاع السؤال ده؟ طبعا للإيه؟ الإجابة، ها مين اللي هيجاوب صح وياخد درجة؟ دي عبد الله. غلط. مين اللي هيجاوب صح وياخد نص درجة؟ سي عبد العزيز. غلط. مين اللي هيجاوب ياخد ربع درجة؟ ايه الاجابه؟ ايه خلاص، ايه دي ما ياخدش ولا درجه. خلاص ماشي، الاجابه ايه؟ الجويتر. طيب بريدكت ذا فيتامين ديفيشنسي اسوشيتد ويز ذا فولوينج سيمتومز، جلوسايتس والكالرد تانج والكايلوزيس والانجولار استوماتايتس. مين بقى؟ توقع انت مين اللي بيعمل كده؟ ها؟ ايه بيعمل كده؟ لا طبعا، فيتامين بي 2. فيتامين بي 2 لا، دي لا، فيتامين بي 2.
فيتامين بي 2 ما تستحقوش ولا ربع درجه. Which one of the following is not feature of hydrophilic hormone؟ من الهيدروفيليك هرمون، نوت هيدروفيليك هرمون. ده مين بقى؟ انا واحد فيهم بروتين اند بوليبيبتايد ولا زي هاف ا شورت ديوريشن اوف اكشن لاست سكند تو اورز ولا زي باين تو انترسيلولار ريسبتورز ولا زي ار زي اكت ثرو سكند ماسنجر. طبعا الاجابه سي، الاجابه سي باين تو انترسيلولار ريسبتورز. اجابه سي. Which of the following compound أو compounds belongs to the vitamin B6 group؟ أنا واحد اللي هنتمي إلى الـ B6، بيردوكسال ولا بيردوكسامين ولا بيردوكسين ولا كل اللي فات؟ كلهم ينتموا إلى B6، برافو عليك. كلهم ينتموا الى ايه؟ بي 6. Which of the following the precursor of steroid hormone and bile acids؟ انهو؟ Which of the following يعتبر اللي هو الايه؟ الماده البادئه للستيرويد هرمون والبايل اسيد واملاح المراره. طبعا واضحه جدا ان هي الايه؟ الكوليسترول، برافو عليك. الكوليسترول هو الايه؟ Which of the following is not a function of phosphorus in the body؟ واحد من ايه؟ مش من وظائف الايه؟ ليس من وظائف الايه؟ الفوسفور. Constituent of DNA ولا maintain acid base balance ولا contributor to hormone؟ ما انا كاتب ايه؟ مختار اتنين بي ودي. هي ايه؟ هي دي صح، فورميشن اوف هيموجلوبين. هو ملوش في القصه دي، هو ملوش في الايه؟ في تكوين الهيموجلوبين. خلاص. Except which vitamin is essential for the absorption of calcium from the intestinal tract؟ برافو، فيتامين دي، فيتامين دي. طيب اخر واحده، فيتامين بي 12 is useful in the prevention and the treatment of ايه؟ بيعالج ايه؟ الاسكارفي ولا برنشيسيس امين برنشيسيس انيميا ولا البريبيري ولا الكاتاراكت؟ برافو مهند، برنشيسيس انيميا، برنشيسيس انيميا بالبي 12. كده خلاص ولا في حاجة تانية؟ طيب عايزين نتفق على ميعاد للبرزنتيشن والطريقة اللي هتتعاملوا بيها، يعني بحيث ان احنا ايه، يا كله يقول وكله يتسال، يا واحد يقول والباقي يتسال كده. يعني هنتفق على طريقه بحيث ان ممكن نخلص في خلال ايه، ساعتين ولا حاجه نخلص. المحاضره اللي جايه ان شاء الله ممكن تبقى، ممكن برضك نحاول ناخدها في ايه، في وقت اقل، ونكمل ونكمل لغايه الساعه واحده. ايه رايكم؟ او تختاروا ميعاد تاني.
يعني ناخدها في نفس ميعاد المحاضرة اللي جاية، نعمل ناخد المحاضرة الأخيرة ونعمل برزنتيشن. ونحاول نخلص، محدش يقول أصل عندي كذا، أصل عندي كذا، يعني هنقعد تقريبا لوحدة. هل قادرين على هذا ولا إيه نظامكم؟ تقدروا يعني رجالة وجدعان وتقدروا تستحملوا. خلاص يبقى نخليها الايه، ها ما انا قلت لكم يا ابني ازاي تلخص الفيتامين، ما انا قلت لكم ازاي تلخصه يا حبيبي، وانا هقعد الخصه؟ انا لو عندي وقت كنت قعدت لخصته، مش قلت لكم ازاي تلخصه؟ طيب عموما ايه، من هنا لغايه وقت الاسبوع الجاي لو انتوا اتفقتوا مع بعض على اي وقت، مهند موجود مش كده اسمه يزن، يزن موجود، يزن يزن نام باين عليه، لا موجود ولا بحسبك فطرت ونمت يا يزن. طيب يا يزن، هل ممكن لو انتوا اتفقتوا مع بعض على اي وقت كده، يكون بعد الظهر كده ولا حاجة، بس تدوني وقت قبل منها يعني بحيث ان انا اكون فاضي، او لو ما كانش يبقى الاسبوع اللي جاي في نفس ميعاد الايه المحاضرة. خلاص اتفقنا، تتفقوا مع بعض وتبلغوني. عموما لو ما بتغطينيش اي اخبار هيبقى في نفس ميعاد الاسبوع الايه الجاي. خلاص يلا، حد عايز اي سؤال تاني؟ اي سؤال؟ اي سؤال؟ ما في، الحمد لله. طب خلاص ان شاء الله نشوفكم مؤقتا كده الاسبوع الجاي، الا لو حصل اي ايه اخبار تانية. سلام عليكم.